خلنا بابا خلنا صبر لا طلع البشربت بس ها القوات الأمريكية والله ماكو غيرها لا شرطة ولا إرهاب ولا سني ولا شيعة ولا أي واحد هكذا منطقة سكنية مدرسة ومستودع للعائد للأسواق المركزية الشركة العامة للأسواق المركزية وزارة التجارة وشركة الرشيد لفحص السيارات ومنطقة خالية تماما من أي قاعدة عسكرية أو تواجد أمريكي أو جهة أمنية صاروخ من الطيارة اللي ضربه بالكية بسم الله الرحمن الرحيم وفققوا سيارة بيكم دبل قمارة حديثة تفخيخا حديثا وأخذوا وفجروها وأخذوا أخوان عندنا كثيرين من المناطق من المعامل من الحسينية والباوية هل هذا يرضى بها الإسلام؟ هل يرضى الله؟ هل يرضى الغرب؟ هل يرضى الحرية؟ أهذه الحرية التي يتكلمون عنها؟ ربنا ناجي في